أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس فوتوشوب 2020. في هذه المحاضرة راح نركز على موضوع النصوص. طبعا موضوع النصوص من أهم المواضيع في فوتوشوب، خصوصا للتصميم. طبعا النصوص تشكل الجزء الأكبر من أغلب التصاميم. وقبل ما نبدأ بتجربة كتابة النصوص على برنامج فوتوشوب، خلي نشاهد هذا الفيديو اللي يوضح أهم قواعد كتابة النصوص في التصاميم. أهلا بكم. النصوص هي أهم عناصر التصميم، خصوصا في إعلانات السوشيال ميديا. وحتى نكون نص احترافي في الإعلانات، لابد أن نراعي القواعد التالية. أولا، نسق أحجام الخطوط. يجب توزيع النصوص في التصميم إلى ثلاث مستويات وحسب الأهمية. أولا، الحجم الأكبر وعادة يكون بالأعلى، وطبعا هالشي راح يكون للمعلومات الأكثر أهمية. ثم يتناقص الحجم كل ما نزلنا نحو الأسفل، وطبعا التسلسل من الأعلى إلى الأسفل هو الأكثر مثالية بالنسبة للقراءة عند التصفح. ثانيا، لا تختار العديد من أنواع الخطوط. خلي في بالك أن اختيار عدد من أنواع الخطوط غير مناسب جدا، وراح يكون تصميمك مبعثر ومستحم. أيضا يجب أن تتأكد أن اختيارك للخطوط يجب أن يكون ملائم لنمط وسياق التصميم. على سبيل المثال، المعلومات المهمة كوقت وتاريخ حدث معين يجب أن لا يكون بنوع خط غير واضح. أيضا يجب أن تختار للفقرات الطويلة فونت سهل على العين قراءته، كما أن بعض أنواع الخطوط يصعب رؤيتها عند تقليل الحجم. ثالثا، جرب استخدام أوزان مختلفة للخطوط. أغلب الخطوط يكون بها أوزان مختلفة للنمط والسمك. السمك فهو يشير إلى رسم الخط، ممكن يكون رقيق أو متوسط أو سميك أو حتى سميك جدا، حيث أن هذه الأنماط تعطيك توزيع أدوار للنص بشكل احترافي. فالحروف السميكة لعنوان الرسالة تجعلها أكثر وضوحا، أي أن السمك البصري يشير إلى أنها الجزء الأهم في تسلسل التصميم، مما يسهل البدء بقراءته. رابعا، قم بإضافة بعض الألوان إلى النص. الألوان حالة حال أنماط وأسماك الخطوط، فهي طريقة أخرى لجعل أجزاء معينة من التصميم تبرز بشكل أفضل من الآخر. لذلك يجب عليك كمصمم أن تختار الألوان اللي تتناسب مع غرض تصميمك، لأن الألوان عادة لها معاني وارتباطات معينة. مثلا الأحمر يشير للأهمية أو الخطر أو لزيادة الانتباه، والأخضر يشير للسلام والربح والإطمئنان، وهكذا كل لون له دلالة معينة. خامسا، اعطي المسافات حقها من الاهتمام. يجب استخدام مساحات كافية بين الأسطر، وكذلك مساحات كافية حول النصوص والعناصر النصية الأخرى. ممكن نستعين بمجموعة من الألوان والأشكال الهندسية في تنظيم وفصل العناصر المختلفة بالتصميم. فعندما نطالع تصميما ذا مساحات موزعة بصورة جيدة، سيتضح لك على الفور كيف تبدأ القراءة وتحصل على المعلومات في التصميم. سادسا، تلاعب باتجاه النص. قد يكون النصوص المستقيمة غير مثيرة في بعض الأحيان. في هذه الحالة يمكن إضافة القليل من الميلان أو التقوس أو الالتواء إلى النص، وهذا طبعا يجعل تصميمك متميز وجذاب. طبعا بعد ما بينا هذه الفقرات، من الجيد استخدام كل أو جزء من هذه الفقرات لإنشاء تسلسل في تنسيق النص بالتصميم. أيضا تطبيق هذه التقنيات بصورة صحيحة في تصميمك راح تجعل التصميم مثالي، مو بس مثالي، راح يكون صديق للمستخدم وراح يقرأ بسهولة. فعندما تعمل على تصميم يحتوي على النصوص في تصاميمك القادمة، جرب تطبيق هذه التقنيات لتحصل على تصميم احترافي وممتع. أهلا بكم من جديد. بعد ما شاهدنا قواعد كتابة النصوص في التصاميم، راح نتعلم كيفية إنشاء النصوص بشكل عملي بداخل برنامج فوتوشوب. طبعا بعد ما نفتح برنامج فوتوشوب ونفتح مساحة جديدة، عدنا بهذه المنطقة أداة النصوص. حتى نكتب نص باللغة العربية لابد أن نتأكد من بعض الإعدادات. طبعا نجي إلى قائمة Edit، ومن ثم Preferences، ونجي إلى Type. عدنا هذا الخيار اللي هو Word Ready Layout، هذا لابد أن نفعله، هذا الخيار ضروري جدا. وطبعا نجي من قائمة Type، هنا عدنا Language Option،
لابد انه نفعل هذا الخيار اللي هو الميدل ايست، او اول مره لازم نفعل هذا الخيار اللي هو الايست اسيان، وبعدين نجي نفعل الميدل ايست فيوتشرز حتى يعطينا خصائص النصوص. وطبعا هذه الخصائص مهمه جدا. عندما نجي الى هذا الجزء ونجي الى باراجراف، عندنا هنا خيارين، هذا الخيار اللي هو على اليمين والخيار اللي على اليسار اللي يستخدم مع النص الانجليزي. وطبعا ضروري عندنا هذا الخيار اللي هو من اليمين الى اليسار، ضروري جدا انه نفعله في حال لو ردنا نكتب نص عربي. طيب عندما نجي الى اداة التكست ونضغط عليها كليك ايمن، عندنا مجموعة من الخيارات. اهم هذه الخيارات هي الهوريزونتال تايب اللي هو المقصود بها كتابة النصوص الافقية، واللي هي طبعا الاكثر استخداما. طبعا عندنا خيارين لاضافة النص، اما نضغط كليك ونكتب مثلا، راح اكتب بسم الله مثلا، هذا الخيار الاول، وطبعا لابد انه اضغط على علامة الصح بهذه المنطقة. والخيار الثاني انه اكتب بداخل كتلة نص، وطبعا هو هذا اللي افضله اني بشكل افضل، ارسم مربع نص واكتب مثلا بسم الله. الاحظ انه هذه بسم الله راح تكون بداخل هذه الكتلة، يعني عندما اجي اكبر الحجم راح تكون حديثة هذه الكتلة. اكو عندنا بعض الملاحظات. اول ملاحظة، عندما نجي نكتب لابد انه ننتبه الى لون النص، يعني ممكن لون النص باللون الابيض والخلفية باللون الابيض. عندما نجي نكتب هنا نص، هذا النص ما راح يظهر، ليش؟ لان لونه بنفس لون الخلفية، لابد انه هنا بالاعلى نغير اللون، ضروري جدا. هذه الملاحظة. ملاحظة ثانية، عندما نجي نكتب كتلة ضروري ننتبه الى حجم النص، ممكن النص كبير، يعني اذا نجي هنا نلاحظ ان النص ما يظهر، ليش؟ لان النص كبير اكبر من الكتلة، فاضغط على كنترول اي واجي هنا على حرف التي واجي اسحب الى اليسار حتى يصغر عندي النص. طبعا عندي من هذا الخيار عندي تغيير سمك النص او الوزن، وعندي من هذا الخيار تغيير نوع الخط. يعني عندما اجي هنا أنا اضغط عندي مجموعه من الخطوط، مثلا هذا الخط، وعندي هنا طبعا بي اوزان، عندي لايت وعندي بلاك. ايضا عندنا خيارات اخرى اللي هي عندنا هنا خيارات الوارب واللي هي خيارات التقويس. طبعا نقدر منها انا من هذا الخيار اذا اجي اضغط على ارك ممكن راح يكون النص بشكل مقوس، وايضا ممكن نتلاعب بالتقويس بهذا الجزء، وايضا طبعا ممكن يكون التقويس vertical او horizontal، تقويس عمودي، وايضا اقدر اتلاعب بالزوايا، زوايا التقويس. وطبعا هنا نقدر نخلي التقويس بشكل 3D ممكن يكون، واضغط على اوكي. في حال لو عندنا هنا مثلا فوتوشوب، ممكن نصغر الحجم. في حال لو اردنا تدوير هذا النص، طبعا مثل ما نوهنا بأداة المفتوض، في حال هذه المقابض مظاهرة ممكن نتأكد من الخيار شو ترانسفورم، راح تظهر عندنا هذه المقابض. واذا حبيت انه اميل النص بزاوية معينة راح اجي اميل النص بهذه الزاوية. عندنا هنا أداة الأشكال، أداة الأشكال أيضا طبعا راح نركز عليها بشكل كبير جدا، وأيضا طبعا بها مجموعة من الخيارات. راح ناخذ أول خيار اللي هو ريكتانجل. طبعا بشكل أولي راح نتعلم كيفية رسم الأشكال، ولكن إن شاء الله بها المحاضرات القادمة راح نتعلم رسم الأشكال بطريقة احترافية جدا. أولا نجي نختار هذا الشكل، وطبعا نجي نرسم كتلة للشكل. عندنا هذا الجزء اللي ظهرنا، أول جزء اللي هو لون التعبئة أو هو نفسه من هنا، نجي نضغط هنا بهذا الخيار، مثلا ممكن نخلي التعبئة باللون الأصفر، ممكن بهذا الشكل. طبعا عندي هنا مجموعة من الألوان ممكن أختار من عندها، ممكن أختار هذا الجزء، وطبعا ممكن أضغط هنا دبل كليك راح تظهر لي السوليد كولر أو البيكر، بإمكاني أختار اللون اللي اشوفه مناسب، مثلا راح اختار اني هذا اللون اللي هو البرتقالي. عندنا هذا الجزء الخاص بالاطار ستروك، طبعا ممكن اختار اطار ستروك مثلا ممكن يكون احمر، وممكن يكون يعني قياسه بشكل اكثر، ممكن اكبر قياسه، وممكن يكون شكله منقط او بهذا الشكل، ممكن يعطيني لمسه جميله.
ممكن هذا الشكل أيضا أدوره بنفس الطريقة اللي تعلمتها وأخلي هذا الشكل بهذه الطريقة. طبعا إذا ألاحظ أنه التكبير نسبة وتناسب لأن فوتوشوب 2020، فحتى أخلي التكبير يكون أفقيا أو عموديا فقط بدون النسبة والتناسب، أضغط على المفتاح شيفت وأصغر سواء أنه أفقي أو عمودي بهذا الشكل. طبعا أنا راح أصغر مع الشيفت بهذه الطريقة. إذا ألاحظ أنه الطبقة الخاصة بالشكل غطت الطبقة الخاصة بالنص، وبالتالي لابد أنه طبقة النص تكون أعلى طبقة الشكل، وطبعا لابد أنه أتحكم بالطبقات. أجي إلى ويندو وأتأكد أنه الخيار Layers مفعل عليه علامة صح، طبعا هذا هو الخيار Layer. أيضا الطبقات راح نتعلمها بشكل مفصل ودقيق إن شاء الله، ولكن بشكل مبدئي إذا لاحظ أنه طبقة الشكل Rectangle 1 أعلى طبقة النص اللي مكتوب بفوتوشوب، فراح نجي نسحب النص اللي مكتوب بفوتوشوب سحب ونفلته بالأعلى، راح لاحظ أنه النص يكون بهذا الشكل. وممكن أصغر الحجم، ممكن يكون أصغر، يعني ممكن 125، ممكن يكون 110، ممكن يكون توسيط، وأيضا لا بأس أن يكون اللون أسود. ألاحظ أنه بهذا الشكل أصبح عندي تصميم بسيط وجميل باستخدام النصوص. طبعا هذا بشكل أولي كيفية استخدام النصوص بداخل برنامج فوتوشوب. إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نتعمق بشكل أكثر وراح ناخذ محاضرات احترافية. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.